أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يتضح من هذه الآية أنه يجب علينا أن نتقي الله تعالى حق تقاته، لكنه تعالى قال في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، بمعنى أن نتقي الله تعالى على قدر طاقتنا. إذن هل يجب أن نتقي الله تعالى حق تقاته أم نتقي الله على قدر طاقتنا؟ فما هو المطلوب منا بالضبط؟ ما الفرق بين جعل منها زوجها وخلق منها زوجها في القرآن الكريم؟ الجعل في الغالب حالة بعد الخلق، فالخلق أقدم وأسبق. عندما أقول مثلا جعل الزرع حطاما، ليس معناها خلق الزرع حطاما، فجعل بمعنى صير، وعند قوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير، فلا يعني هذا خلقهم قردة وخنازير، وإنما يعني صيرهم فيما بعد. إذن في الغالب الجعل بعد الخلق. مثال آخر: قال إني جاعلك للناس إماما، بمعنى صيره إماما وليس خلقه إماما. نلاحظ في سورة النساء قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. استعمل القرآن الكريم تعبير خلق منها زوجها، وهذا في الحديث عن آدم وحواء، ففي هذا المثال خلق الله تعالى حواء من آدم. أما عندما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فهذه الآية لا تتحدث عن آدم وحواء، وإنما تتحدث عن الخليقة بعدهما، فجعل هذه زوج هذه. كذلك في سورة الزمر قال تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج إلى نهاية الآية. إذن قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة أي من آدم عليه السلام، وقوله تعالى خلق منها زوجها يقصد حواء، وهذا هو الأصل. أما قوله تعالى وجعل منها زوجها فهذا يعني جعل فلانا زوج فلان، والكلام هنا عن ذرية آدم، والله تعالى أعلم. نعود لسؤالنا الأول: هل المطلوب منا تقوى الله حق تقاته أم المطلوب هو فقط تقوى الله على قدر طاقتنا؟ جاء في اللغة العربية رجل تقي، معناه أنه موقن نفسه العذاب بالعمل الصالح. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني المطلوب تقوى خالصة من الله لا يشوبها باطل ولا غفلة ولا فساد، وذلك هو خالص العبودية لله والذي هو جوهر الإسلام. لذلك قال تعالى بعدها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا على هذه الحال التي هي حق التقوى حتى يتوفاكم ملك الموت وأنتم على صراط حق التقوى ومحاولين لنيل هذا المقام الرفيع. هذا بالنسبة للآية الأولى. أما بالنسبة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ففيها توصية بعدم ترك التقوى في شيء مما تستطيعونه، غير أن الاستطاعة تختلف باختلاف أفهام الناس ودرجة إيمانهم، ويبقى على كل فرد منا بذل ما يستطيع لتقوى الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالتالي يظهر أن قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته هي دعوة لنا لما هو المطلوب منا السعي لتحقيقه. أما قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فذلك بيان لكيفية السلوك. هذا والله تعالى أعلم. يستمعون القرآن فلما حضروا
يغفر